من خلال مشاركتي بتدريب مع سفير بتوقع انه انا اتعرف اكثر على التنميه المستدامه واتعرف اكثر على اجنده 2030 وكيف بقدر فيد مجتمعي لحتى اطور وحل الازمات، وححاول اطلق مبادره. هيدي المبادره بتحل ازمه من ازمات المجتمع. بتوقع من هيدي المشاركه انه نقدر نتعرف على اهداف اجنده 2030 واهداف التنميه البشريه المستدامه ودور المجتمع المدني بهذا الموضوع، لحتى اخر شيء نقدر نتقسم لمجموعات ونقدر نعدل او نقترح بالسياسات او نغير، يعني لحتى نقدر نوصل لمطرح ننفذ هالمشاريع على ارض الواقع. انا متوقع من هالجلسه انه نحن نكسب كثير على مدارنا نحن كشباب، ونحن نكون نحن اللي عم نطور ونحن اللي عم نغير من بلدنا، لانه نحن مثل ما نحن معروفين انه نحن كثير بنعاني من مشاكل خاصه بالاس دي جيز، فنحن جينا لهون لحتى نغير هذا الشيء ونطور من هالفكره. من خلال التدريبات قدرت احدد الاولويات اللي لازم ينشغل عليها بمنطقتي واللي بتندرج تحت مظلة المساواة بين الجنسين، واللي هو الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة. بتمثل هيدا الشيء على المدى القريب بتوعية النساء بالعمل البلدي واهمية مشاركتهم بالعمل السياسي ككل. على المدى البعيد بتمثل هيدا الشيء بالضغط على المعنيين لإقرار الكوتا النسائية خصوصا بالعمل البلدي. من خلال مشاركتي بالمنتدى الإقليمي قدرت أتعرف على المبادرات التنموية اللي عم تصير بالتسع دول عربية اللي مشاركين معنا بالمنتدى، وقدرت كمان أتعرف على التحديات اللي عم تواجهها هيدي الدول العربية، وكمان قدرت أتعرف على المبادرات الناجحة وشو في مبادرات بقدر استفيد منها وطبقها عنا بلبنان. مشروع سفير كان نقل كتير مهم بأفكارنا بخصوص التنمية المستدامة اللي عم نقوم فيها بمجتمعاتنا، بغض النظر إذا رح نقدر نوصل لها بالوقت المحدد بوجه كل هالتحديات اللي عم نواجهها ببلداننا العربية، بس الأهم أنه نحن هون اجتمعنا وشاركنا آراءنا وشاركنا كل القصص اللي بتخلينا نقدر نكفي ونعمل كل الأهداف التنمية المستدامة بطريقة صحيحة. مشروع سفير هالسنة كان مختلف عن السنة الماضية، من حيث أنه نحن ما كنا بس عم ندرب شباب وصبايا بالتجمع النسائي، بل كنا عم نعمل مساحة للنقاش بيناتنا ولنشوف شو ممكن نعمل أو كيف ممكن نوصل لأهداف التنمية البشرية المستدامة بظل الظروف والتحديات اللي عم نواجهها بلبنان. خلال منتدى شباب الإقليمي الثاني ببيروت قدرنا نلمس العديد من التحديات والعراقيل اللي عم بتواجه البلاد العربية لتقدر توصل لأجندة 2030 وتحقق أهداف التنمية المستدامة. اليوم الشباب رفعوا العديد من التوصيات اللي رح تنعرض بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2023 بيو أن إسكوا، ومن بعدها رح تنتقل لتنعرض على بمنتدى رفيع المستوى بنيويورك.